ندعو الحكومة المقبلة أن تضع جملة من القضايا الهامة في سلم أولوياتها، ومنها: أولاً، وضع آلية محددة وسياقات عمل لمكافحة الفساد بأشكاله كافة، وسن تشريعات وقوانين كفيلة بالقضاء على هذه الآفة الخطيرة، وبالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث. ثانياً، التأكيد على أن الحكومة هي حكومة الشعب، حكومة خدمة الشعب، وليس حكومة الأحزاب، وليست حكومة ترضية الأحزاب، وهذا يستلزم تجاوز آليات وأساليب المحاصصة في توزيع المهام والمسؤوليات الحكومية، وأن يتم انتخاب الوزراء وغيرهم وفق معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والإخلاص. ثالثاً، العمل بكل جدية على دعم وتشجيع وحماية المنتج الوطني في مختلف القطاعات، وخصوصاً الزراعة والصناعة، ووضع ضوابط على استيراد البضائع الأجنبية بحيث لا تؤثر على المنتج المحلي. رابعاً، إيلاء أهمية قصوى لقطاع الشباب، سيما خريجي المعاهد والكليات، وتوفير فرص العمل لهم لكي يؤدوا دورهم الفاعل في بناء البلد خلال المرحلة المقبلة. خامساً، دعم المرأة العراقية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في ميادين العلم والعمل،